في حين انه كل بلاد عندها خصوصيتها، كل بلاد عندها ما يميزها، وكل بلاد عندها المطالب نتاعها الخاصه بمجتمعها يعني، وانتفاقها اجمالا في العديد من المطالب. فما عودت الاتصال في محمد، ربما نعود الحق عليه. يا هلا، مرحبا بك. استاذ محمد زيتوت، وانا دبلوماسي جزائري سابق وناشط حقوقي جزائري واحد مؤسسي حركه رشيد. وصلنا معك في الحديث، كما قلنا، هل الشرارات هذه اللي تلقت في التراكمات هل لها دور في اعاده تجسيد الخارطه الجيوسياسيه الجديده؟ بكل تاكيد، ما حدث كما قلت هو زلزال بكل المعاني، لم يكن يتوقعه الكثيرين. أنا قرأت كثير لكتاب غربيين وصناع الرأي هنا في الغرب، وقالوا أنه الفشل الذريع لأجهزة الأمن الغربية ولأجهزة المخابرات الغربية. وسمعنا أن أوباما أيضا ربما أجرى تحقيق أو يجري تحقيق الآن كيف فشلت أجهزة الغربية والأمريكية الأمنية في توقع ما حدث من زلزال في المنطقة العربية، ولا يزال الآن الكل كان يتوقع ربما قد تحدث بعد بعض الانتفاضات، خاصة في بلد مثل الجزائر حيث تشهد منذ 20 سنة كما تعرفين حرب الجنرالات ضد الشعب الجزائري، وهناك بالفعل توتر قائم ومستمر خاصة في السنوات الأخيرة بعد أن اتضح أن كل الوعود التي تقدم بها بوتفليقة لم تكن وعود ذات معنى أو ذات واقعية. إذا الكل كان يتوقع ربما قد تحدث في اليمن وربما في الجزائر على أقصى تقدير، لكن لم يكن أحد يتوقع أن نظام عاتي مثل نظام بن علي، ونظام أعتى منه ربما مثل نظام مبارك، ونظام لا يقل عنهم بطشا وطغيانا وإجراما مثل نظام القذافي قد يحدث فيهم ما حدث. ما حدث في تونس، في عندما انطلقت الحركه في بدايه ديسمبر، لم يكن احد يتوقع ان ما قام به محمد البوعزيزي سيكون له هذا التاثير. طبعا البوعزيزي اذا شئنا كان هناك حركه في التاريخ وفي لحظه معينه العالم انتبه لها، التونسيين في سيدي بوزيد انتبهوا لها، ثم التونسيين في ما يجاور سيدي بوزيد انتبهوا لها، فاذا بتونس تنتبه واذا بالعالم ينتبه وإذا بالمسار والحركة التاريخية تحدث. قد يحدث أحيانا أن لا يحدث أي شيء في ظرف 50 سنة 60 سنة، ولكن في ظرف 20 يوم أو 25 يوم استطاع الشعب التونسي أن يسقط واحد من أكثر الأنظمة البوليسية. أنا كما قلت لك استمعت لأحد كبار المعارضين في إحدى البرامج التلفزيونية يقول أنه ربما قد تتحرر فلسطين ولن يتحرر الشعب التونسي من هذا الطغيان ومن هذه العصابة. اليوم الشعب التونسي بالفعل إذا كان هو هذه الكلمة ربما تسبق عليه، وهو أنه كان سباقا بأتم معنى الكلمة في إسقاط الطغيان، وتبعته شعوب أخرى. الشعب المصري أيضا كان رائعا بكل المقاييس وبكل المعاني عندما أسقط نظام بوليسي فاسد إجرامي، نظام العصابات الأخرى في مصر. الشعب الليبي الآن يخوض معركة كرامة ومعركة حرية وثورة شعبية أيضا بكل المقاييس، وأنا على يقين أن القذافي لم يبقى أمامه إلا أيام وعلى أقصى تقدير أسابيع، ولكنه سينتهي وسيذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهب بن علي وكما ذهب مبارك وكما سيذهب آخرون من بعده في الجزائر وفي السعودية وفي اليمن وفي البحرين وفي موريتانيا. تقريبا لن يكون هناك بلد لن يحدث فيه التغيير، ولكن طبيعة التغيير أساليبه وقته، هذا هو السؤال. نعم، هو كونه أنه هزم أولا، هناك هزيمة كبيرة له، وهو أنه احنا استمعنا القذافي ويقول للصحافة الغربية أنه شعبه كله يحبه وأنه الشعب الليبي كله معه،
لكن السؤال من أين أتوا هؤلاء؟ هو تفسيره في الحقيقة اللي فيه كثير من الغباء هو أن هؤلاء من القاعدة. عن أي قاعدة يتحدث؟ عن أي ناس يتحدث؟ يعني هذا البعبع التخويف بالإرهاب نحن شاهدناه وعشناه في الجزائر لما يزيد الآن أو ما يقرب من 20 سنة، لم يعد ينطلي على أي كان، حتى الأطفال ربما لن يصدقوا هذا الكلام. القذافي وأمثاله من هؤلاء الطغيان يعيشون في عالم آخر، في كوكب آخر بكل المقاييس، لأنهم هم حولهم بطانة وزبانية ومساعدين يصورون لهم أن الأرض بدونهم ربما لن تدور إذا غابوا عن هذه الأرض، أو الشمس لن تطلع إذا غابوا عن هذه الدنيا، وبالتالي الشعب يحبهم والناس تحبهم والأشجار تحبهم مش الأشجار تحبهم. فهو كان يظن أنه لا أحد يستطيع أن ينتفض عليه، ولا بن علي في لحظة معينة كان يستطيع أو يتوقع أن الشعب التونسي سينتفض عليه، لأنهم هم من شدة ما يكذبون ويكذبون عليهم من معهم يعتقدون بالفعل أنهم هم محور العالم وهم محور الكون. القذافي عندما تستمع إليه أي كان استمع إليه وكان يردد في خطاباته ويقول أن الشعب الليبي كله يحبه، إذا ما كان يفعل مئات الآلاف في بنغازي الذين خرجوا انتصارا للثورة، وكذلك في عدة مدن في شرق ليبيا وفي غرب ليبيا بما فيها طرابلس لولا القبضة الأمنية الشديدة. الآن آلاف من الليبيين يقبعون في المعتقلات، كل من يشتم منه رائحة المعارضة معتقل الآن. وقد التقيت كثير من كبار معارضين ليبيين، وحقيقة وضعوني في صورة دقيقة للوضع، إضافة لمتابعتي الدائمة لما يحدث، خاصة وقد قضيت 4 سنوات في ليبيا ما بين 91 و95، وكنت حينها دبلوماسي جزائري في السفارة الجزائرية بطرابلس، وأعرف طبيعة النظام وأعرف تكوينه وأعرف شخصياته وأعرف قبائله وأعرف كثير من تفاصيل عنه. والتفاؤل ينبع من أن الشعب الليبي في الحقيقة لم تتوقف انتفاضاته. أنا عشت في ليبيا في ال4 سنوات بداية التسعينات، وكان هناك على الأقل 4 انتفاضات تقريبا بمعدل كل سنة، كانت هناك انتفاضة يا إما عسكرية يا إما قبلية يا إما شعبية، وكان يحدث قمعها بشدة. أتذكر جيدا مثلا محاولة انقلاب قامت بها قبيلة تسمى الورفلة، وفي مدينة تسمى بن الوليد قريبة من طرابلس، حوالي 100 كيلومتر أو أقل من طرابلس. وقام القذافي عندما اكتشف أنهم حاولوا الانقلاب عليه عسكريا، قام بقصفهم بالطائرات. كثيرين لا يعرفوا هذا الوضع، ربما ما عدا الليبيين. كان القذافي يستطيع نتيجة للأجهزة الأمنية الأخطبوطية، ونتيجة لنشر العملاء داخل كل بيت وداخل كل شارع وداخل هذه اللي تسمى اللجان الثورية، كان يرعب الشعب الليبي، لكن الشعب الليبي كان ينتفض، يتحرك، ينتفض. ما حدث الآن هو تراكم، لم يأتي من فراغ. البوعزيزي كان شرارة، لكن في الحقيقة لو لم تكن هناك تراكمات ونضال لرجال ونساء في ال50 سنة الأخيرة، منذ أن اتضح أن نظام بورقيبة بدأ يحيد عن المسار الوطني، ومنذ ان اتضح ان نظام عبد الناصر بدأ يحيد عن المسار الوطني في مصر وفي الجزائر وفي ليبيا، منذ ذلك هذه ال40 50 سنة والشعوب تحاول تتحرك بطرق او باخرى، ولكن في لحظة معينة زمنية معينة في تاريخ معين في مكان معين يقع الانفجار. وهكذا هي الثورات، هكذا كانت الثورة البولشيفية في روسيا بقيت 60 سنة والشعب الروسي ينتفض، وهكذا كانت الثورة الفرنسية بقيت 10 سنين بل مئات السنين، وهكذا كانت الثورة البريطانية، وهكذا كانت الثورة الأمريكية، كلها مجموعة تراكمات، ينتفض الناس، يموت الناس، يستشهد الناس، يخضع الناس للسجون للتعذيب، ولكن في لحظة معينة تنتشر الفكرة فإذا بالانفجار يقع. الآن القذافي منتهي سياسيا، شعبه أغلبية الشعب الليبي يكره القذافي، أنا أعرف ذلك من الواقع، لكن الأكثر من ذلك أن العالم اكتشف طبيعة القذافي، العرب اكتشفوا طبيعة القذافي. الشيء الجميل مع الفضائيات ومع الإنترنت أننا أصبحنا نعيش بالفعل في قرية واحدة وأحيانا في شارع واحد، ربما نعرف ما يحدث الآن في طرابلس ولا نعرف ما يحدث عند جارنا اللي يبعد علينا ب50 متر أو 60 متر، لأن نعيش مع القنوات ونعيش مع الإنترنت ونعيش. هذا الزمن الطغيان وهؤلاء الطغاة لا يفهمونه، لأنهم في الغالب تجاوزوا 70 سنة ويعيشون بعقلية أخرى، يأتون من الأربعينات من الخمسينات من الستينات، لا يعرفون هذا الزمن وتطوراته وانشغالاته شبابه وأفكاره، لا يعرفون ذلك، ولذلك يسحقهم التاريخ ويخرجون من الزمن. هو يعطل المسار، القذافي عطل المسار، قد يعطله أيضا في بلدان أخرى، لأن مثلا أستطيع أن أقول لك أن كثير من الجزائريين الآن يترقبون ما يحدث في ليبيا قبل أن يندفعوا في الجزائر،
واعتقد ان الامر كثير ايضا، ربما كذلك الامر في المغرب، وكذلك الامر في السعوديه، وكذلك الامر في الكويت. لكن سيعطل الامر او عطل الامر قليلا، لكن هو منتهي لا محاله بحكم مقاييس التاريخ، وبحكم طبيعه الشعوب، وبحكم ان الناس في اخر المطاف تقول انه ربما الموت شهاده خير من حياه الذل وحياه الطغيان. وهذا هو اللي حرر الشعب التونسي عندما اعتقد التونسيين انه ربما من الافضل نقل الخوف الى الطرف الاخر. وعندما لا تخاف الموت فان خصمك هو الذي يخاف، وعندما يخاف خصمك فهو الذي يسقط في نهايه المطاف. ليس هناك فقط صمت، يا ليتهم صمتوا، وإنما هناك في الحقيقة بعض أنواع التحالف مع النظام القذافي. بل قد أفاجئك عندما أقول لك أنه في لحظات قبل أن يسقط بن علي كان النظام الفرنسي والنظام الجزائري، الحكومة الفرنسية والنظام الجزائري يبعثون بكل ما استطاعوا من أجل الإبقاء على بن علي. كان هناك أعداد من ضباط المخابرات الجزائرية دخلوا تونس، وكان هناك نقاش على أعلى مستوى ما بين في وزارة الداخلية التونسية وزارة الداخلية الجزائرية، وعلاقة وزارة الداخلية التونسية بوزارة الدفاع الجزائرية. ربما الوثائق في المستقبل ستكشفها الحكومة التونسية الجديدة كيف كانت الاتصالات جارية، وكانت المساعدات اللي يطلبها النظام التونسي بما فيها أسلحة وقنابل مسيلة للدموع وأشياء كثيرة، ربما أيضا في يوم ما لدينا سننشرها. في تلك اللحظات، لأن النظام الجزائري لم يكن يدافع فقط عن النظام التونسي، كان يدافع عن نفسه، وهو الآن أيضا مع القذافي يدافع عن نفسه. النظام الجزائري يعرف أنه إذا كانت ثورة يجب أن تقوم في بلد فستقوم في الجزائر أيضا. النظام الجزائري تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر، هو أو بعض الجماعات الإسلامية التي ردت عليه في مقتل ما لا يقل عن 200,000 جزائري، وهذا رقم رسمي صرح به بوتفليقة نفسه. النظام الجزائري هدم الجزائر، الجزائر كانت تعرف بالثورة وبالشرف وبالشجاعة وبالقوة و فإذا بالجزائر الآن حطمها تحطيم قوي هذا النظام. هؤلاء عندما نقول هذا النظام، كثيرين منهم كانوا داخل الجيش الفرنسي، كانوا يقاتلون الثورة الجزائرية. النظام الجزائري الآن نحن لدينا أدلة كاملة على أنه قام بدعم كبير في الأسبوع الأول لنظام القذافي دبلوماسيا. والآن فيه مصادر ليبية أكدت ولا زال تؤكد، وهناك أيضا بعض المصادر الدولية، على أن في الحقيقة ليس فقط الدعم ليس دبلوماسي فقط، ولكن أيضا عسكري. هناك من يقول بأن هناك طائرات جزائرية تنقل مرتزقة فارقة، وهناك من يقول أن هناك طيارين جزائريين يقاتلون أو هم يقودون بعض طيارات ليبيا. طبعا على الناس أن تفرق، نحن لا نتحدث عن الجزائر، نحن نتحدث على النظام الحاكم فيها بالقوة والاغتصاب، ليس بإرادة الشعب. ولذلك كثير من الجزائريين يشعرون بالعار وبالمهانة وبالغضب الشديد عندما يسمعون هذا. الآخر حلقات هذا التواطؤ هو وقوفه ضد، أو على الأقل تحفظه على ما يسمى بالنو فلاي زون، أي بالحظر الجوي على الطائرات الليبية. بمعنى أن وجدنا النظام الجزائري والنظام السوري هم النظامين العربيين الوحيدين اللي يقولوا لا، نحن لن نقبل بالحظر الطيران الليبي. بمعنى أنكم إذا لم تقبلوا بذلك، معنى أنكم تقبلون بأن يقتل معمر القذافي وجنوده، يقتلون الشعب الليبي الأعزل، يقتلون شعب المدنيين، يدمرون المدن، يدمرون القرى، يدمرون المباني، يدمرون مواقع البترول. نعم، هذا ما أراد أن يقوله النظام الجزائري مع النظام السوري. والحمد لله أن الأغلبية، أن الجامعة العربية تأخذ فيها القرارات بالأغلبية وليس بالإجماع، ومن ثم مر القرار. لكن هذا موقف عار ليس على الجزائر ولا على الشعب الجزائري، لأن لا علاقة للجزائر به، وإنما لنظام إجرامي طغياني يعتقد أنه يستطيع أن يوقف مسار حركة التاريخ وأن لا تنتقل الثورة إلى الجزائر. وبالتالي هو يدعم الآن نظام الليبي. هو لا ربما قد لا يستبعد أنه سيدعم النظام المغربي الذي ظل على عداء معه في 50 سنة الأخيرة، من أجل أن لا تقوم أيضا ثورة في المغرب ولا يتغير نظام الحكم في المغرب. لأنه باختصار بسيط، هذه مثل ما يفرح تفرح الشعوب من أجل انتصار الشعوب في أي مكان،
فإن الطغيان والطغاة والحكام والمستبدين يتعاونون فيما بينهم. ونحن نعلم أن أكثر مجالس الوزراء في العالم العربي كان مجلس وزراء الداخلية، حيث كان التعاون مطلق وكان مقره تونس قبل أن تنتفض وتثور. نعم، هذا صحيح. نعم، هو دليل وعي، وفي نفس الوقت دليل أننا شعب واحد، أننا أمة واحدة، دليل أننا ربما نوقف الثورة. الجزائريين كثير الآن معطلين أمور كثيرة، ليس فقط أنهم يثورون ضد النظام، ولكن قضاياهم الخاصة، شغلهم الخاص. كثير منهم يقولون لي أنهم لا ينامون، خاصة في الأيام الأولى لم يكونوا يناموا وهم يرون القذافي يدمر. نفس الشيء كانت قلوبنا، عقولنا، كل شيء معلق بمصر. قبل مصر كان كل شيء معلق بتونس. هذا دليل على أننا أمة واحدة، شعب واحد، من الخليج إلى المحيط، من البحرين إلى مراكش. هذا صراحة، صراحة نعم. نعم، ما استطيع ان اؤكده لك بالرغم اني لا اعلم الغيب، ولكن ما استطيع ان اؤكد لك من خلال فهمي للامور ودراستي للامور هو ان الغرب لن يستطيع ان يحتل بلد عربي اخر او بلد مسلم اخر، على الاقل في المستقبل المنظور، يعني في ال20 سنة القادمة لن يغامر ولن تغامر اي دولة غربية. ونحن استمعنا امس او اليوم لوزير الخارجية البريطاني يقول ان بريطانيا لن تتورط في حرب اخرى. الغرب الان بالنسبة له مثل القط الذي احترق من المدفأة، عندما يرى أي شيء يشبه المدفأة سيهرب. الغرب الآن لن يتورط في أي حرب أخرى بعد هزيمة العراق، لأن ما حدث في العراق هزيمة، هزيمة بكل المقاييس، ولكن فقط لم تكن مكتملة لأنها صار في شبه حرب أهلية عراقية، ولذلك استفاد منها الغرب. وما يحدث الآن في أفغانستان بكل مقاييس أيضا كارثة بالنسبة لأمريكا ولجبروت أمريكا ولمن معها. يعني هناك عشرات الدول مع أمريكا كما تعلمين في كما تعلمنا في أفغانستان، ومع ذلك فإن حركة بدائية جدا ومتخلفة جدا، وكان يقولون أنها ترجع للعصر الحجري، فإذا بها ترهق أمريكا أيما إرهاق في أفغانستان، وهي حركة طالبان، وهي في الحقيقة حركة تحرر شعبية مهما اختلفنا في النظر إليها لمعتقداتها أو لأفكارها السياسية، ذاك أمر آخر. لكن في واقع الأمر هي تدافع عن وطنها. إذا الغرب، ومن خلال أيضا عيشي، ربما عشتي هنا في الغرب، أنا أعرف أنهم لن يتورطوا في حرب أخرى، ولن يحتلوا لا ليبيا ولا موريتانيا ولا حتى مدغشقر. باختصار بسيط، هذا ممكن. نعم، هذا ممكن. تقسيم ليبيا ممكن، لكن احتلال ليبيا غير ممكن. تقسيم ليبيا في الحقيقة الآن هو مصلحة لدى بعض، لا أقول كل الاستابليشمنت الغربية، أي كل الأنظمة الحاكمة في الغرب. بعض الأنظمة تفكر أنه ليبيا كبيرة، ليبيا مساحتها على سبيل المثال 3 مرات مساحة فرنسا و6 مرات مساحة بريطانيا العظمى، وبالتالي وسكانها هم 6 ملايين، يعني عشر سكان فرنسا وعشر سكان بريطانيا.
ليبيا هي ثلث مساحة أوروبا الغربية. هناك من يرى أن هذا بلد شاسع جدا وغني جدا لما لا يقسم. ومن بين هذه البلدان للأسف ليس فقط بعض البلدان الغربية، ولكن أيضا هناك على الأقل بلدين عربيين مجاورين، أو على الأقل بلدين مجاورين ربما يرون هذا أيضا. أنا استمعت ولدينا اتصالات في داخل أيضا الجزائر أن هناك داخل النظام الحاكم في الجزائر من يرى ربما مصلحة في تقسيم ليبيا، لأنه يربح بها الكثير. يربح أولا أنه يخيف الشعب الجزائري من أن أي ثورة قد تؤدي إلى تقسيم البلاد. ثانيا كانت دائما ليبيا فيه مشاكل ما بين القذافي والنظام الجزائري، صراعات وهمية بينهما، وبالتالي عندما يصبح القذافي وأسرة القذافي في جزء من ليبيا وليس كل ليبيا سيحتاج دائما إلى دعم خارجي، والجزائر قد تستطيع أن تقدم له هذا الدعم الخارجي بشرط أن يكف على الاستفزازات خاصة في منطقة التوارق. وأيضا ربما هذا التقسيم سيضعف من مشاكل أخرى يقوم بها القذافي في مناطق أخرى في إفريقيا وفي العالم العربي. ضف إلى ذلك وهذا الأهم والأخطر كما قلت لك، هو أنه سيقدم تقسيم ليبيا على أنه الخطر، زمان كانوا يخوفون بالإرهاب، في المستقبل سيخوفون بالتقسيم. والآن في كثير من الحالات النظام الجزائري يقول أنه هو بعده ربما ستنقسم الجزائر، عندما مثل ما كان يقول مبارك أنه بعده ستأتي الفوضى أو يأتي الإخوانجية، بن علي كان يقول يأتي الإخوانجية بعده. فالتخويف، الأنظمة المستبدة دائما يجب أن تجد شيء تخوف به الشعوب حتى لا تثور. هناك من بعض الشعوب البسطاء أو الناس اللي ما عندهمش فهم عميق يخافون ويسكتون، ولكن الآن خاصة مع الزمن هذا اللي نعيش فيه مع التواصل ومع الانترنت والفضائيات وكذا، أصبح هذا لا ينطلي على الكثير من الناس. ولكن كما قلت لك هناك مشروع لتقسيم ليبيا منخرطة فيه بعض الدول الغربية وعلى الأقل جارين لليبيا، وأنا أتمنى لا يحدث ذلك ولا أتوقع أن يحدث ذلك، لكن بشرط، حقيقة بشرط أن تتدخل القوى الخيرة خاصة القوى الشعبية. أنا دائما أفكر في الشعوب لا أفكر في الحكومات، حكومات لها حسابات وفي كثير من الحسابات هي حسابات تلتزم إلى المصلحة وإلى النفاق، ولكن الشعوب تستطيع أن تغير. رأينا أن الشعب التونسي غير، الشعب المصري غير، الشعب الليبي في إطار تغيير، وشعوب أخرى ستغير. إذا كلنا فكرنا اليوم كلنا أننا ليبيون وكلنا أننا ندعم الشعب الليبي بكل ما استطعنا، بالكلمة بالخطاب بالفكرة بالمساندة بالدعاء، كلنا سننتصر على الاستبداد وسيسقط القذافي مثل ما سقط زميليه السابقين. إن شاء الله. إن شاء الله يا مرحبا بكم. تحياتي لكم.